والله صراحة جمال راهو أخ كما يقولوا راهو أخ وصديق و... وهذا صراحة يعني سي وشارف اونور وشرف لينا أنه يتصل بينا وهذا ماشي أول مرة ماهيش أول مرة وماهيش آخر مرة كان كل كان طول طون قريب لينا كان كل 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 وقت كان قريب لينا ويتساءل معنا ويتعامل معنا الفرصة اللي تجيه ما ما يبخلش يعني ب بالمكالمات تاعو يتابع كل شيء واش انا يفهم يسقسي علينا صراحه مشكور على هاد الالتفاتات اللي يديرها ماشي الالتفاته ولكن الالتفاتات <applause>